يعد محمد حشيش واحداً من نجوم القلعة الحمراء، ينتمي لفصيلة أبناء الأهل المخلصين. ولد محمد حشيش بحي عبدين عام 1962، انضم للأهلي وقضى بين جدرانه أكثر من 12 عاما كلاعب، وكان محمود السايس أول من اكتشف وقام بتدريبه، ثم هاني مصطفى في منتخب مصر للناشئين والنادي الأهلي. كان حشيش ضمن الجيل الذهبي للأهلي الذي حقق أول بطولة إفريقية للمارد الأحمر أمام كوتوكو، كما أنه حقق مع الأهلي العديد من البطولات القارية والمحلية. تلقى محمد حشيش عرضاً للاحتراف في بريمن الألماني، إلا أن الظروف في تلك الفترة حالت دون تحقيق حلمه. رحل عن الأهلي إلى المقاولون، والذي استمر فيه حتى موسم 91-92، وكتب تاريخاً جديداً له ليكون أول لاعب يحترف بالدوري التونسي بعد انتقاله لفريق الملعب. حقق حشيش العديد من الإنجازات مع الملعب التونسي قبل أن يعود لينهي رحلته بالاعتزال، وهو مدين للأهلي بالفضل والولاء، وكان ابناً باراً بكيان نشأ وتربى بين جدرانه. معنا اليوم محمد حشيش الذي يتولى منصب المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم للحديث عن استعدادات الموسم الجديد وشكل مسابقات